بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم يا شباب. معانا النهارده مع فيديو رقم 6 في سلسله يور جايد تو نتورك. هاو شود يو ستارت. اول حاجه، يور بلان شود بي، الخطه بتاعتك بقى هتكون ايه؟ اول حاجه هنتكلم عن خطا بيقع في اغلب اللي بيبداوا في تراك النتورك ده. يعني هنتكلم عن الكومن ميستيك دي. التراك بتاعك هيكون ال CCNA Atom Switching, CCNA Voice and CCNA Security. ده جود ستارت بالنسبه لك، ده هيكون بدايه كويسه بالنسبه لك ان انت تدرس CCNA Atom Switching، بعد كده CCNA Web، بعد كده CCNA Security، بعد كده تتخصص بقى تطلع ل NP في التخصص اللي انت عايزه. طبعا الافضل يفضل انك تاخد ال MCCE Windows Server. انت كمهندس شبكات بتشتغل في سيسكو سوليوشنز، انت مش مطالب انك تاخد الام سي سي اي، ولكن في انترسكشن بوينتس هتاخدها في التراكس بتاعت سيسكو. الشهادات بتاعتها هتبقى انفولفد فيها سيرفرات، يعني ده انت هتبدا في الكلام ده من السي سي ان اي. فيا ريت تحسن نفسك في السيرفرات حسب ما مايكروسوفت بتدرسها، تمام؟ وده عن طريق شهاده الام سي سي اي. يا ريت ما تركزش في الاول، يعني في اول بدايتك في النتورك ما تركزش على تراك واحد، ما تقولش والله انا هبدا في السكيورتي هكمل في السكيورتي، هبدا في الفويب هكمل في الفويب. لا، اول كام سنه بالنسبه لك في شغلك اشتغل على الثلاث تراكات دول مع بعض. ليه؟ عشان تاخد اكسبيرينس عاليه، الاكسبيرينس بتاعتك تزيد، تمام؟ بعد ما تخلص السي سي ان اي الثلاث شهادات دول، اوكي، تبدا بقى تخش في الان بي، تبدا تخش في الان بي. طيب ال NP انهي تخصص؟ انا قلت based on your feelings، على حسب ما انت حابب. حابب مثلا تتخصص في routing switching، حابب تتخصص في voice، حابب تتخصص في security، it depends، تمام؟ انا ما بقصدش هنا انك تاخد شهادات رسميه، انا بقول لك لما تيجي تذاكر تذاكر ايه؟ الشهادات دي تتوقف عليك انت. يعني الشهادات دي يا جماعه تكلفتها بتبقى مش قليله، بتبقى عاليه، اوكي؟ فما تاخدليش السي سي ان اي في الثلاث شهادات دول. خد سي سي ان اي routing switching، تخش الامتحان الدولي بتاعها، خش الامتحانات الدوليه بتاعت الام سي سي، مهمه جدا بالنسبه لك الشهاده بتاعتها، الشهاده الرسميه. وبعد كده خش الان بي في التراك اللي انت عايزه، طبعا بقى تاخد الشهادات الرسميه بتاعتها لحد ما توصل للاي اي. طيب، طب نرجع برضو ليه، ايه هي المستيك، ايه هي الخطأ؟ الخطأ هو ان اي واحد بيسمع عن السكيورتي، الهاكينج، اختراق، مش عارف ايه، يقول ده انا والله هبدأ في تراك السكيورتي، ده تراك حلو جدا، تمام؟ يا ريت يا ريت ما يعني تحاول تخلي السكيورتي، خصوصا لو انت عايز تتخصص في تراك السكيورتي، تحاول تاخره شويه، ما تركزش على السكيورتي بس في اول مشوارك، تمام؟ ركز على الراوتنج والسويتشنج، ركز على الفويس. ليه؟ لان السكيورتي هي اني اسكيور اي نتورك مبنيه بالفويب وبالراوتنج والسويتشنج، تمام؟ فانت لازم تنهانس الابيلتيز بتاعتك، تحسن مستواك جامد جدا في الراوتنج والسويتشنج وفي الفويس، وبعد كده تفكر انك تتخصص في السكيورتي تخصص تام. فاياك تقع في الخطا ده. ليه؟ لان السكيورتي محتاج واحد حريف، محتاج واحد عارف كل تفصيله في النتورك، لان اي خطا يقدر اتاكر يخش عن طريق الخطا ده انت اللي هتلبسها، ما فيش حد غيرك هيلبسها، انت اللي كمان السكيورتي، انت اللي هتلبس الخطا ده، تمام؟ طيب البلان بتاعتك بقى، enhance your security abilities with enhance the security abilities بتاعتك ازاي؟ اولا بشهادات سيسكو في السكيورتي. طيب تاني حاجة، تدرس شهادة اسمها CEH، شهادة اسمها CEH Certified Ethical Hacking. CEH انت بتدرس تكنيكس في الهاكينج، زي اللي انا عملتها دلوقتي مثلا، دي من شهادة ال CEH، تمام؟ تكنيكس ان انت تدخل على وايرلس، اوكي؟ الراوتنج والسويتشنج تحسنه ازاي؟ برضو بتراك الراوتنج والسويتشنج في ال في سي سي ان اي راوتنج سويتشنج، ان بي راوتنج سويتشنج، كذلك السي سي اي راوتنج اند سويتشنج. الويب نفس الكلام، في الراوتنج والسويتشنج وفي الويب والسكيورتي، هي يعني ما تركزش على سيسكو بس. طبعا بدايه تعلمك ركز على سيسكو بس، ولكن لما تيجي تنزل بقى تشتغل هتقابل سوليوشنز غير سيسكو. في السكيورتي مثلا على سبيل المثال هتلاقي فاير وول مش سيسكو، هتلاقي فاير وولز مثلا نت اسك، واتش جارد، جونيبر، تمام؟ راوتنج سويتشنج هتلاقي راوترات اتش بي، لينك جير، 3 كوم، الفويب، هتلاقي مثلا عدد تليفون مايتك، عدد تليفون افايا، اوكي؟ كل دي شركات منافسه لسيسكو في تراك السكيورتي، وقلت لك على الشركات المنافسه لسيسكو في راوتنج سويتشنج وكذلك في السكيورتي،
اوكي. فانت اما تيجي تنزل بقى تحتك بسوق العمل، حاول تركز بقى على السوليوشنز التانية. اوكي انت كده بتبدأ تبني الخبرة بتاعتك. اوكي السي سي اي اي دي بقى ما تفكرش فيها الا اما تاخد لك فترة شوية وتتقل شوية في سوق العمل، في الشغل والخبرة بتاعتك تزيد، وتكون درست ال ان اي وال ان بي، تبدأ بقى تخش في السي سي اي في التخصص اللي انت تحبه. اوكي دي دايجرام كده للبلان سي سي ان اي راوتنج سويتشنج ويب سكيورتي، تطلع منها على الام سي اس سي الاول ويندوز سيرفر 2012، بعد يعني ام سي اس سي الاول بعد سي سي ان اي، بعد كده تدرس ان بي راوتنج سويتشنج او انك تاخد التخصص اللي انت بتحتاجه، وفي السي سي اي تدرس التخصص اللي انت تحبه يور تشويس. انا برجح ان في الان بي تدرس الراوتنج سويتشنج، خصوصا انت عايز تخصص فويب سكيورتي، يا ريت تدرس الان بي راوتنج سويتشنج. اوكي لان الراوتنج سويتشنج ده انت بتتعمق في الانفراستراكشر بتاعت النتورك، والتعمق في الانفراستراكشر بتاعت النتورك لو انت عايز تتخصص في السكيورتي او فويس هيفيدك جدا. يعني انت عايز تخصص في الفويس، اتعمق لحد مستوى الان بي في الراوتنج سويتشنج، بعد كده خش فويس او سكيورتي، هتلاقي فرق معاك فرق شاسع وهتتعلم بسرعه. اوكي انا خلصت الفيديو، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.